بعد أن استدرجه من النجف إلى الكوت بمحافظة واسط، قتله صديقه طمعا بماله فأنهى حياته بعد طعنه بالسكين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم أقدم على حرق جثته وسيارته لإخفاء جريمته المروعة التي يروي تفاصيلها ذوي المجن عليه. ابني راح يشتغل عند مكتب بالمنفذ بدرة ما تخليص، فمن راح هناك راح أخذ وياه مبلغ 75 مليون دينار بالسيارة وراح هناك. صاحبه هناك اللي هو يشتغل وياه، يعني عامل هو يشتغل وياه، هو ماخذينه مزرعة قاتلينه وجايبينه بسيارته الخاصة مالته اللي هي جارجة الحمراء، فماخذينه بالطريق مسافة تقريبا 10 كيلوات إلى أن واصل للسيطرة مال جصان، عابر السيطرة مال جصان هم فت 5 كيلوات طابق على صفحة، محول الجثة من كشن الورا مخليها وين على الكشن مال السائق كأنما هو يسوق. ساحبها من الدراجة مالته لتر بنزين، جاب اللتر البنزين رشاها وين بالكشن الخلفي حسب الدعاء هو والإفادة مالته اللي قدمها للقاضي، راش لترة البنزين بداخل السيارة وحارق السيارة، حارقها الجثة وهي متوفية. المجني عليه ترك خلفه ثلاثة أطفال وأم ثكلة وأب مفجوع وأهل بدت الصدمة عليهم واضحة بعد هذه الجريمة، مطالبين بالقصاص العادل بحق الجاني، فلم تشفع مواقف حسن الإنسانية مع صديقه الذي غدره شرا مبيتا وجزاه بالقتل والسرقة والتمثيل حرقا بجثته. ما عندنا كل عداوة وياه أصلا، فواتح مالاتنا هو يجي الفاعل وإحنا نروح بفواتحهم، وقبل فترة قبل لا هاي الحادثة تصير ب 15 يوم ب 20 يوم ابن الفاعل القاتل عنده بنية صغيرة عينها بها فرد مشكلة، راح لحسن أخوي راح للكوت جابه بسيارته وجا البغداد سوالها عملية وأخذ البغداد من نفقته الخاصة، هذا جزاء الإحسان بالإحسان. ونطالب وزير الداخلية ونناشد السيد القائد مقتدى الصدر بأخذ حق المظلوم المقتول من قبل زمرة عصابة مجرمة في الكوت، يحترمون عشيرة خفاجة ويحترمون الأصول العشائرية ويخابرون ويحترمون خوفا من درء فتنة كبيرة لا تنحل ولا تنسد. ويحذر أهله وعشيرة المجني عليه من تسويف مطالبهم بإنزال عقوبة الإعدام بحق القاتل الذي ألقت القوات الأمنية القبض عليه بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة واعترف بفعلته وفق ما أكدته عائلة المغدور حسن. من النجف محمد رزاق، التغيير.